السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم معاكم عن مشتريات من جروب Girls Makeup. زي ما انتوا شايفين هو روج وأقلام تحديد. خلينا نتكلم الأول عن الأرواج وبعدين نتكلم عن أقلام التحديد. أقلام الأرواج هي من ADS، ماركة فيها فيتامين اي. احلى حاجة في الماركة دي ان هي الفاينل تاتش بتاعها بيكون مات. في الاول بيبان ان هو بيلمع، بس بعد شوية على طول بيبقى مات زي ما انتوا شايفين كده. في الاول بيبقى شكله بيلمع وبعدين بيبقى مات. احلى حاجة فيه انه ملمسه ناعم جدا وكريمي جدا، بجد حبيته وحبيت جدا الدرجة دي. خلينا نتكلم على الدرجة التانية اللي هي أغمق شوية من دي، برضو من نفس المارك، برضو فيها فيتامين اي. زي ما قلت لكم ان هي حلوة جدا، بترطب و بجد بتسيب الشفايف ناعمة اكتر من اي مرطب شفايف عادي. لونها أغمق شوية، برضو الفاينل لوك بتاعها بيكون مات. في الأول بيكون بيلمع وبعدين بعد كده بيكون مات زي ما انتوا شايفين كده. هكتب لكم أرقام الليبستاكس دي، موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس. اللون اللي بعد كده لون شوية مايل للبني، حبيته جدا. خليني أوريكم كل العلبة. نفس الشكل ADS، اللون جدا لطيف وشكله حلو. رايح على البني شوية، هو أحمر بس رايح على البني شوية. برضو في الأول بيبقى شكله بيلمع وبعدين بيبقى الفاينل لوك بتاعه مات. ملمسهم ناعم جدا، مرطبين جدا للشفايف، وكمان حلوين جدا للاستخدام اليومي. اللون اللي بعد كده هو لون مايل للأحمر أكتر من البني. خليني اوريهولكم. معلش الارقام مش باينه قوي، بس هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. بس هو برضو نفس المارك. هو المارك دي مغذيه اكتر من انها ليب ستيك، يعني مش بس لون، هي كمان اكتر للمغذي. زي ما انتم شايفين اللون، طبعا الالوان شكلها افتح شويه على ايديا، بس على الروج والميك اب الكامل بيبقى شكلهم حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده، دي شكل العلبه وادي اللون. بيبقى في الاول في سنه لمعه وبعدين بيبقى فاينل لوك بتاعه بيكون مات. بعد كده هنتكلم عن اقلام التحديد من ترو لابس. انا جايبه 4 درجات، تقريبا نفس الدرجات بتاعه الليب ستيك. زي ما انتم شايفين اطرافهم رفيعة جدا وكمان ناعمين. يعني خليني اوريكم درجتهم عاملين ازاي. جدا ناعمين، مش بيخربشوا في الشفايف، بيسيبوا شفايف طرية. بجد شكلهم حلو جدا، الوانهم جدا طبيعية ناتشرال. فعلا فعلا حبيتهم، الوانهم جدا فلافي كده، حلوين جدا، خفاف، شكلهم فعلا حلو، حبيتهم جدا. غير ان هم ناعمين، ان هم مش بيضروا شفايف، الا ان هم الوانهم حلوة قوي. هكلمكم عن اخر ليب ستيك او سوري ليب لاينر، وهو من ماك. درجته شوية رايحة على الموف زي ما انتم شايفين. هكتب لكم رقمه برضو في الديسكريبشن بوكس. خليني اوريكم لونه عامل ازاي على الايد.
الالوان جدا طبيعيه، رايحه على روزات اكتر. حبيتها جدا. القلم ده حلو قوي، طري، لطيف جدا على الشفايف، الوانه جدا طبيعيه. حبيته قوي 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 قوي. او بيتهيالي ان انا لو فكرت اني اجيب تاني من جيرلز ميك اب، اكيد هجيب منها نفس المارك وحاجات تانية كتير من اللي هي بنجيبها دي. كل الحاجات اللي جبتها من جروب جيرلز ميك اب من حبيبة. اتمنى ان انتوا تعجبكم الحاجات دي، و كمان لو انتوا عندكم جروب او عندك صفحة على النت وفيها بتبيع فيها منتجات، اتمنى انك تبعتي لي اللينك بتاعها او الصفحة بتاعتك على الدايركت مسج على انستغرام، وان شاء الله تواصل معاكي ونشوف نعمل لك فيديو ونساعدك ان انتي توصلي للناس اللي عايزين يجيبوا اي حاجة من حبيبة. اللينك بتاعها تحت الديسكريبشن بوكس. اسم الجروب بتاعها Girls Makeup. معاملتها حلوة جدا، حاجاتها كمان جودتها عالية جدا، وهي كمان بنوتة حلوة. ويارب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدوسوا على سبسكرايب، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وسناب شات، وكمان تتابعوني على البلوج، وتستنوني دايما في فيديوهات جديدة. وبس، والسلام عليكم.